مشاهدينا برحب بيكم وحلقة جديدة من بنك المعرفة، حلقتنا لطلاب الصف الأول الثانوي. وفي هذه الحلقة سنتناول بعض التطبيقات الهامة والخاصة بمنهج الفيزياء للصف الأول الثانوي. هنتناول موضوعات رئيسية وهي طاقة الحركة وطاقة الوضع وقانون بقاء الطاقة. هيكون كل الشغل تطبيقات، فأتمنى تتابعونا على مدار النصف ساعة القادمة. كونوا معنا. وضيفي في هذه الحلقة أستاذ محمد خضر، خبير تدريب وتصميم وتصنيع وسائل تعليمية منهجية. برحب بحضرتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فندم. يعني في البداية لو هنتكلم عن طاقة الحركة، وما هي طاقة الحركة؟ طاقة الحركة هي الخروج من السكون. يعني أنا عندي شيء ثابت واقف في مكانه، بدأت إن أنا أحركه، يبقى كده دخلنا في مجال طاقة الحركة. نعم. فهنا وطبعا طاقة الحركة بعد كده، أول ما طبعا أنا عايز من طاقة السكون والثبات، عايز استفاد من طاقة الحركة. طبعا الاستفادات متعددة جدا وليها استخدامات كتير. يعني تمام. لو اتكلمنا برضو عن فائدة طاقة الحركة في حياتنا العملية. طبعا حياتنا العملية كلها حركة. يعني انا عشان اجي لحضرتك هنا كان لازم اتحرك من مكاني، عشان حضرتك تيجي كان لازم اتحرك من مكانك. مخرج البرنامج، المعدين، الطاقم كله لازم كان يتحرك من مكانه، من السكون للحركة. فهنا طاقة الحركة طبعا هي دي فايدتها، ان انا بتحرك من حالة السكون لحالة الحركة المفيدة في حياتنا العملية. تمام. ماذا عن أنواع الحركة؟ في طبعا الحركة انواعها كتيرة جدا، وبعد كده هندخل كمان في حالة موصلات الحركة. في حركة عمودية، في حركة دائرية، في حركة ترددية، في حركة أفقية رأسية. مثلا هنقول مثلا زي لما تكون لما نقول مثلا الطياره الهليكوبتر هتتحرك بشكل عمودي، يبقى دي اسمها حركه عموديه. السياره بتتحرك بحركه طوليه. العربيه مثلا تنحرف يمين او يسار، بتتحرك بشكل منحرف يمين او يسار، او حركه دائريه. فدي انواع الحركات المختلفه. نعم. يعني بالنسبة طبعا هناك مواصلات للطاقة الحركية. انواع الموصلات على فكره جميله جدا، وساعات حتى لما احنا بنتفرج على افلام عربي قديمه كده بنشوف مثلا القطار بتاع زمان لما كان العجلات تدور وكان في حركه دراع بيتحرك كده حركه تردديه عشان يقدر يوصل الحركه للعجل. فدي اكتر حاجه حركه بتبقى جميله جدا ومثيره، اللي هي الموصلات الحركه، اللي العمود ده اللي العجله بتدور بحركه، المكبس بيدور بحركه تردديه، مع الذهاب والعودة بيؤدي للعجلة لحركة ترددية. فدي أنواع الموصلات الحركة الأعمدة. وفي مثلا موصل الحركة اللي هو في عمود كردان السيارة، بيوصل الحركة من الموتور لمجموعة التروس الخلفية أو العجلات الخلفية. فدي طبعا أنواع موصلات كثيرة جدا جدا. احنا أنا متخيل لو قعدنا نتكلم على موضوع الموصلات بالذات الحركة هنقعد ممكن نستعرض حلقات كتير. وبعدين ممكن في مواصلات الحركه برضك في الدراجه، كلنا ركبنا العجله والدراجه واستمتعنا بيها واحنا صغيرين. فطبعا انا بحرك الترس الكبير بشكل اوتوماتيكي بيحرك لي الترس الصغير. فدي الجنزير دوت هو برضك من انواع مواصلات الحركه. والغساله بتاعتنا اللي في البيت او برضك فيها نوع من مواصلات الحركه اللي هو السيور. فطبعا نوع من وسائل الحركة، لو قعدنا نتكلم في السيور او التروس او الجنزير او الحاجات دي كلها هنقعد فترات، يعني نتكلم في حلقات كتيرة جدا. بس احنا بنحاول ان احنا ندي المختصر المفيد. ازاي بقى نستفيد من طاقة الحركة؟ ازاي نستفيد من طاقة الحركة؟ طاقة الحركة الكون كله قايم على الحركة. ازاي استفيد من طاقة الحركة؟ ان انا عشان اجي كان لازم اركب وسيلة مواصلات، فدي كان فيها طاقة للحركة. عشان اتحرك واطلع الادوار علوية زي ما جيت في التلفزيون مثلا كده، كان في اسانسير. دي برضك انواع من الحركة. طاقة الحركة في حياتنا هي الاساس، وهي منبع كل ابداع كمان وجديد. لما نشوف اجدادنا الفراعنة لما جم
عشان يحاربوا كان لازم طاقة الحركة تكون موجودة، يصنعوا العجلات يتحركوا من مكان لمكان ويتحركوا من بلد لبلد، فكان لازم الحركة تكون موجودة. فكان في الحركة البدائية الأول اللي هي المترجلة اللي أنا ماشي على رجلي، بعد كده بدأت الحركة دي تتطور إن هي تكون حركة عن طريق مثلا العجلات، عن طريق الخيول، حاجات زي كده. فدي كان تطور لطاقة الحركة والاستفادة منها في حياتنا العملية. طبعا طاقة الحركة موجودة، هي أساس التصنيع والمصانع، الماكينات وخطوط الإنتاج والسيور شغالة الأساس بتاعها على طاقة الحركة، هي الأساس للتحرك في السيارة عشان الموتور يتحرك بالاحتراق الداخلي، لازم البساتين تتحرك وتحرك معاها مجموعة التروس وتحركني، تحرك لك كردان السيارة وتحرك العجلات وتحرك المكان. فطاقة الحركة بتستخدم في الشركات، في المصانع، في البيوت، وأساسنا وفي المدارس طبعا، انها تدرس في المدارس عشان نقدر نستفاد بها في حياتنا العمليه، في البيوت ان هي في المروحه، في التكييف، في الغساله، في جمله تحركاتنا، كل جمله اي منظومه في البيت بتتحرك او بتشتغل بمحرك، دي بنستفاد بها بطاقه الحركه في حياتنا العمليه. هل ممكن نطبق بشكل عملي؟ طبعا التطبيق بشكل عملي مطلوب جدا، وهنا برضه كان عايز اتكلم عن طاقه الحركه ان هي يعني بتفيدنا كلنا بشكل مباشر. انا عندي هنا اول حاجه عايز اتكلم واكتب ونكتب مع بعض او نرسم مع بعض رسمه كده تعبر عن موضوع الحركه بشكل مباشر، ان الحركه هي اساس الكهرباء اللي موجوده في حياتنا، ان الكاميرات شغاله باساس الحركه. حد يسالني يقول لي طب ايه اللي جاب موضوع الكاميرا؟ الكاميرا بتصور، طب ايه اللي جابها في الحركه؟ يعني ايه اللي جاب موضوع الحركه، او ايه اللي خلى الحركه ممكن تكون مفيده في الكاميرا، ممكن تكون مفيده في المايك اللي حضرتك بتتكلم فيه او انا بتكلم فيه. يعني ازاي حركه وضوء هي الاساس؟ ازاي بقى؟ انا عندي هنا دينامو، وعندي هنا موتور بنزين مثلا او سولار او ايا يكن. الموتور دوت بيوصل له البنزين او السولار طاقه للطاقه الطبيعيه، فلما بيدور طبعا بيدور لي هنا الدينامو. جينا موضوع مهم جدا، موضوع الدينامو دوت حكايه كبيره قوي. موضوع الدينامو لو قعدنا نتكلم برضك فيه يا كتير، موجود في السياره والباص والسفينه والطياره وكل شيء، وحتى موجود بيفيدنا في حياتنا العمليه. طب ازاي بيفيدنا في حياتنا العمليه؟ ما محطه الطاقه الكهربائيه على فكره بتشتغل بدينامو، يعني فيها محطه طاقه كهربائيه بتشتغل طبعا اي نعم بالبنزين والسولار والكلام ده كله، لكن في الاخر خالص عشان المحرك يدور لي الدينامو. طب لما الدينامو يدور هيولد لي طاقة حركية، لما المحرك بيولد لي طاقة حركية فالدينامو بياخد الطاقة الحركية ويولد لي طاقة ويديني طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية خدها اعمل بيها ايه؟ خلاص بقى استفاد بيها في حياتي كلها، في البيت وفي المصانع واللمبات وكل حياتنا طبعا. مش هذكر طبعا امثلة لأن الأمثلة كتيرة جدا في استخدامات الطاقة في حياتنا العملية. تمام، هل ننتقل لطاقة الوضع ولا ما زال هناك أي شيء حاجة تحب تقوله؟ لا، طاقة الحركة ده موضوع كبير. احنا طبعا عايزين، بس أنا عايز أثبت الكلام ده كله عمليا. ما عايزين بقى نشوف بقى الحاجات اللي قدامك دي إيه بقى. عايز التطبيق العملي مهم. عايز أثبت بشكل عملي موضوع الدينامو دوت بيديني طاقة كهربائية إزاي. ممكن بعض أصدقاء بعض طلابنا ممكن يكونوا الموضوع غامض عليهم شوية. آدي الدينامو هوت، احنا طبعا خلاص بقى احنا كده دينامو كبير، ده هو الحجم، الدينامو صغير بس هو المنظومه دي كبيره شويه. طبعا احنا بنبدا اي حاجه بالتصميم، صممنا خلاص وعرفنا النظريه تشتغل ازاي، نبدا للتطبيق اللي هو الشبه العملي. يعني لو حاول حضرتك تخلي مواجه للكاميرا. تمام، انا هنا معايا دوت الدينامو. طبعا دينامو صغير، في دينامو قد كده صغير، وفي دينامو اكبر من كده، وفي بقى اللي احنا بقى كنا بنستمتع بيه واحنا صغيرين، احنا العجله كنا بنركب فيها دينامو
ولما اتحركت ولد لي طاقه كهربائيه شغل الفانوس بتاع العجله، وبعد كده في الدينامو بتاع الموتوسيكل اكبر شويه. طبعا في نسبه وتناسب يا جماعه، يعني في حاجه زي حجم صغير حجم كبير حجم اكبر كده. فده حجم يعتبر انا بعتبره حجم صغير او اقل من دينامو العجله، بس بيديني فعلا طاقه كهربائيه مع الحركه. فانا هنا لما اشغل الدينامو كده اهوت بدوره اهوت، اخدت الطاقه الحركيه وتحولت معايا. هنا بقى بندرس دروس كمان تحولات الطاقه. احنا تحولات الطاقه على فكره بنبدا فيها من سنه رابعه ابتدائي لحد رابعه بكالوريوس هندسه، يعني موضوع تحولات الطاقه على فكره مستمر معانا. فهنا عملنا دورنا الدينامو اتحولت معايا الطاقه، طبعا في جسمي الاول الطاقه الحيويه او الطاقه الكيميائيه، ان انا لازم كنت افطر كويس واجي تمام عشان انا اقدر ان احرك الدينامو. حركت الدينامو اتحركت، اتحولت الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه في الدينامو، وتحولت بعد كده لطاقه ضوئيه في اللمبات. فهنا دي احد دروس تحولات الطاقه، او وكمان بتدينا ان فايده الطاقه الحركيه. الطاقه الحركيه برضك اهيت. وانا على فكره وانا صغير كان عندي شغف جدا، وكنت اقعد ابوظ اللعب بتاعتي. وانا طبعا لو في اصدقائنا الكبار طبعا واعيين اللي هم في ثانوي، لما احنا اصدقائنا الصغيرين وانا صغير كده كنت ايه عايز افك اللعبه بتاعتي الصغيره علشان اشوف الراجل الصغير الميني اللي بيحرك اللعبه اللي جوه ويمشيها ويحرك العجلات ويزق العجلات من جوه. ده كان عن تفكيري وانا صغير، يعني كنت في ابتدائي او حاجه زي كده. فبعد كده كسرت اللعبه عشان استكشف بعد كده ان في اللعبه موتور صغير بيدور، فبيدور جمله او مجموعه تروس، تمام، فبيدور لي جمله او مجموعه تروس فبيخليني اشوف الحركه او اوصل الحركه. طبعا اللي هنا هنا اللي حصل ان في ترس صغير هو بيدور ترس كبير، فعمل لي مجموعه الحركات دي، عمل مجموعه الحركات ووصلها وايه ودور لي جمله التروس دي. فدي كانت دي سر اي لعبه اطفال، اي منظومه فيها علبه التروس والموتور. الموتور بيدور بسرعه فبيوصل، ابطل عشان صوتها مزعج، فبيوصل الموتور بيدور بسرعه، فانا عايز اقلل السرعه وازود القوه او ازود التركه او القوه بتاعت الحركه. فهنا الموتور بيدور بسرعه فبيدور ترس كبير فبيقلل لي السرعه وبيزود الحجم، تمام، بيقلل السرعه ويزود الحجم. فهنا ده سر اي لعبه اطفال موجوده فيها المنظومه ديت او علبه التروس والموتور ده. فانا برد على اصدقائنا برضك ايه ان طاقه الحركه حتى موجوده في لعب الاطفال، موجوده في كل شيء، موجوده بشكل عملي، تمام. لو عايز بقى حضرتك تنتقل لموضوع تاني، طاقه الوضع. وايه في البدايه برضو عايزين نتعرف على طاقه الوضع. ما هي طاقه الوضع؟ طاقه الوضع هي طاقه السقوط، طاقه السقوط الايجابي. واجمل مثال موجود في حياتنا في طاقه الوضع هو اللي موجود في السد العالي. السد العالي تم استخدام طاقه الوضع بشكل ايجابي جميل جدا. طبعا اعالي النيل بتبقى عامله زي الشلال، بينزل الميه. طبعا كان زمان قبل موضوع السد العالي كان بتنزل الميه بقوه، مفيش استفاده من طاقه الوضع او طاقه السقوط ديت، وكمان بيحصل فيضانات. فاتحل المشكله بحاجتين، اتعمل السد العالي، حجز وراه كميه الميه الفائضه عشان ما تعمليش اغراق لمجرى النيل للصعيد والدلتا. وفي نفس الوقت الفايده الثانيه ان اتحط توربينات. يعني ايه توربينات؟ مراوح توربينيه، مروحه، بس مش زي مروحه البيت. مروحه البيت بتديني هواء تهويلي، انما التوربينه بينزل عليها الميه فبتدور. فلما بتدور باخد بقى حركه الدوران. وهنعمل ايه زي في اول الحلقه اللي هي طاقه الحركه، هناخد حركه الدوران ديت ونوصلها على الدينامو. لما نوصلها على الدينامو، الدينامو هيدينا ايه؟ اكيد فاكري؟ طبعا هيدينا طاقه كهربائيه. لما يدينا طاقه كهربائيه هي هستخدمها بقى في حياتي العمليه بقى، خلاص بقى هستخدمها في كل حاجه. فانا جايب مثال معايا بسيط،
انا على فكره بحب اعمل امثلتي كلها من حاله البيت، يعني بحب ان انا ما حسش الطالب بتاعي، ما نحسش جميعا ان احنا النماذج ديت كبيره وضخمه كده وصعبه، لا الموضوع بسيط جدا. دي وبالتالي ممكن طالب يقلدها يعني، على عرفنا طول برضو. والله بعد الحلقه يقلدونا على طول، طبعا التقليد الايجابي طبعا. مشبكين غسيل موجودين في البيت صح؟ قطعه ممكن شاليمو او قطعه خشبه صغيره او حاجه دائريه يعني، تمام؟ ومروحه لعبه اطفال وكوبايه عادي، وحطيناها كده اهوت عادي، لزقناها طبعا مسدس الشمع، خليها مواجهة للكاميرا. لزقناها بمسدس الشمع تمام، وهي حره الحركه تماما. طيب تتوقع استاذ ياسر اعمل ايه بقى عشان ايه استفاد من الحركه ديت في حنفيه الميه؟ ان احنا هننزل الميه بقوه من هنا، طبعا طاقه وضع المياه او طاقه سقوط المياه اللي هي تمثل اللي هي السد العالي، هتدور للمروحه. لما تدور المروحه هروح مركب، انا جايب لكم دينامو مفكوك اهوت غير الدينامو اللي مركب في الجهاز معايا، هروح مركب الحركه ديت في الدينامو بتاعنا. فلما اركبها اهيت، هو ادانا صوت لان انا ركبت سرينه. ده صوت ضفدع. ايوه ادانا صوت لان هي طبعا بنولد دينامو من طاقه حركيه لطاقه كهربائيه لطاقه صوتيه، تمام؟ واروح مركب الدينامو بتاعي، فتلقائيا لما يدور الجزء دوت اللي هو المروحه هتدور لي الدينامو وتوليد الطاقه الكهربائيه. فهنا يبقى استفدنا كده عمليا من الطاقه الكهربائيه بشكل بسيط بقى، اللي هي التجربه البسيطه اللي هي الظريفه يعني. وركبنا الدينامو وركبنا المروحه ديت، واستفدنا بطاقه سقوط المياه وطاقه وضع المياه ان احنا نعمل جهاز تعليمي جميل وبسيط. تمام. بالنسبه برضو يعني لو لخصت لنا الاستخدامات العمليه لطاقه الوضع. طاقة الوضع يعني مثلا أنا عندي شلالات صغيرة زي شلالات وادي الريان في الفيوم، ممكن الشلالات ديت ممكن نحط عليها مراوح توربينية زي الموجودة في السد العالي. وهنا اتفقنا إن المروحة العادية بيبقى شكلها عامل زي كده، دي مروحة طيارة هي لعبة، بيبقى شكلها صغير كده في المقدمه، وبتاخد الطاقه بتسحب الهواء من الامام تعمل له عمليه دفع للخلف. انما المروحه التوربينيه بيبقى شكلها مختلف شويه، بيبقى الريش بتاعتها معموله بزوايا ميل كامله 45، هنا زوايا المروحه بتبقى حوالي 30 22 ايا يكن الزاويه عشان تكون تعمل عمليه جرف وسحب الهواء. انما هنا الزاويه تماما مستقيمه بزاويه 45 علشان تستقبل المياه بقوه وتعمل عمليه الدوران للمروحه برضك ايه بقوه، وتستقبل اكبر كم من المياه وتشغل المروحه ديت بالتحرك السريع اللي هو يواكب حركه الدينامو ويولد لي طاقه كهربائيه. تمام. طبعا هي بيبقى لها انواع معينه. طبعا لان انا طبعا مش هجيب مروحه السد العالي، مروحة السد العالي اللي هي مثلا ايه، انا متصور حجمها يعني قد مثلا حجم دورين ثلاثة في بيت، يعني حجمها ضخم جدا ومصنوعة من الفولاذ، تكون قوية جدا عشان طبعا المياه، على فكرة المياه لما كانت بتعمل فيضانات كانت بتشيل بيوت وقرى وزراعه، وده كنا بنشوفه على فكره ساعات في الافلام الابيض والاسود القديمه، بنشوف كده ان النيل لما بيجري بيشيل الحاجات دي، بيجري في الحاجات دي كلها. فهنا طاقه المياه لما بتنزل من اعالي النيل تمام بتبقى قويه جدا جدا جدا، فمحتاجه مراوح فولاذ. انما احنا هنا العمليه لعبه بسيطه، فبنعمل الايه المروحه بتاعتنا ممكن من البلاستيك من الاكريليك من الخشب حاجات زي كده. وبرضك لو في شلال صغير ممكن يتعمل المروح من ماده تكون اقل قوه، طبعا هنا موضوع النسبه والتناسب مطلوب يعني على درجه قوه الشلال. يعني مثلا لما اجيب مثلا شلالات زي الشلالات اللي موجوده في شلالات نياجرا، طبعا مش هجيب بقى مروحه التوربينيز بتاعت السد العالي اللي الخفيفه بتاعتنا الظريفه كده اللي قوتها مش عاليه، ولا ده هتكون بقى حاجات مهوله يعني. تمام.
هل في أي حاجة هنقولها تاني في طاقة الوضع، ولا ننتقل بقى للقانون، لا، قانون بقاء الطاقة؟ القانون بقاء الطاقة اللي برضك مجاله جميل جدا ومجاله دسم، وانا برضك محضر نماذج بسيطة تعبر عن الموضوع. اتفضل. قانون بقاء الطاقة، اول حاجة نقولها ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فاكرها أنا الجملة دي. عشان حضرتك فاكرها، عشان حضرتك حبيت اكيد كنت حابب الفيزياء وحابب ال لا خالص. اه بس هو القانون ده يعني قانون جملته بسيطة وسهلة جدا. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. وأول كلامي بحاول ان ادي يعني معلومة بسيطة كده. في كتير من التجارب الموجودة على الانترنت عن ان انا ممكن اصنع جهاز او منظومة واحط كده سيركت او دايرة او اسطوانة واحط عليها مجموعة مغناطيسات وقرب كده مغناطيس كبير جنبهم، فلما بيحصل تنافر في المغناطيس اللي ما بتركبها على الاسطوانه، فبيحصل تنافر من المغناطيس اللي في ايديا وانا بحركه يمين وشمال كده بحر، فالمغناطيسات بتدور فتولد لي طاقه حركيه بدون طاقه، يعني طاقه ان انا بس مجرد تنافريه يعني. فده على فكره مش موجود، مش مظبوط. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يعني ما ينفعش اجيب اولد طاقه حركيه زي اللي احنا كنا بنتكلم فيها في اول حلقتنا من غير طاقه طبيعيه، اللي هي الطاقه الشمسيه، الطاقات النظيفه، طاقه الرياح، طاقه الامواج، دي طاقات ممكن تديني طاقه حركيه. صح. الوقود والوقود الاحفوري تدينا طاقه حركيه، عشان انا ممكن اشغل توربينات او اشغل محرك او اشغل غلايات او اعمل زي الستيم انجن او المحرك البخاري بتاع زمان او الكلام ده كله. لازم وقود عشان اولد طاقه. فهنا وفي بقى حاجه تانية خاصه بالطاقه، اللي هو الاختزال الطاقه، ان انا لازم كان يكون عندي مثلا وقود عشان اولد طاقه. فهنا برضك في حاجه تانية برضك عندنا، اختزال الطاقه، ان انا ممكن احوش الطاقه ديت واستخدمها في اوقات مختلفه. تمام. برضو يعني ازاي بقى عملية بقى توليد الطاقة الحركية بدون بقى وقود او موصلات طاقة؟ اللي هي ممكن نتكلم عن الطاقة الشمسية. لو اتكلمنا عن الطاقة الشمسية، ودي طبعا انا بنصح بيها، وانا شايف ان الدوله ما شاء الله يعني متحركه تحرك جاد جدا في الموضوع ده، الطاقه الشمسيه والطاقه الحركيه او الطاقه الهوائيه. فبكل سهوله ان احنا ممكن هنجيب خلايا شمسيه، يبقى شكلها كده تمام، طبعا بتخرج لي ماينس بلس او سالب، سلكتين سالب وموجب، هاخدهم. الطاقة الكهربائية طبعا الخلايا الشمسية بتخرج لي طاقة كهربائية، هاخد الطاقة الكهربائية اللي خرجت من الطاقة من الخلية الشمسية واشغلها بقى على موتور زي بتاعنا دوت، اللي هو موتور اللي هو الموتور لعبة الأطفال ده، أو طبعا مش ده موتور لعبة الأطفال عشان احنا نجرب بيه، بس احنا هنا ايه، احنا ان شاء ناخد انا بس الموتور كهربي، يعني موتور كهربي طبعا ايه بحجمه الكبير. خرجت الطاقه الشمسيه ودورت للموتور دوت، لما يدور طبعا اول حاجه عشان اولد طاقه كهربائيه مظبوطه، الموتور بقى هاخده، اخد بقى الحركه بتاعته، وابتدي استفاد بقى في حياتي العمليه، ممكن اشغل مروحه او اشغل حاجه في البيت، او اشيل الموتور واركب لمبات. طب افرض انا عايز اشغل الخلية الشمسية بالليل، بسيطة جدا جدا جدا، هناخد من طرفين السلك دولت اللي هما السالب والموجب الاساسي بتاعهم، هاخد طرفين واروح مخزن فين، بخزن فين الطاقة الكهربائية؟ هل بخزن الطاقة الكهربائية في فنطاس مية، او بخزن الطاقه الكهربائيه في شنطه؟ لا، بخزن الطاقه الكهربائيه، لان في على فكره اصدقاء كتير ما يعرفون، ما عندهمش فكره عن الحته ديت، وبرضه بنحاول احنا نتكلم فيها مع بعض. بنخزن الطاقه الكهربائيه
في بطاريات، عامله زي بطاريه العربيه كده بالظبط. خزنت الطاقه الكهربائيه بتاعتي في بطاريه العربيه برضك، هيكون فيها سالب وموجب، خزنت الطاقه الكهربائيه. بعد كده بالليل بقى هروح واخد طرفين سلك برضه من البطاريه واشغل عندي لمبه تنور لي الدنيا، او اشغل مروحه، او استفاد بشكل عملي. ده المختصر المفيد ان انا استخدم ازاي الطاقه الكهربائيه في حياتي العمليه، او استخدم طاقه الوضع ان هي تولد لي طاقه كهربائيه. وبعد كده احنا خضنا في موضوع الطاقه الشمسيه. تمام، بشكرك في ختام الحلقه استاذ محمد خضر، خبير تدريب وتصميم وتصنيع وسائل تعليميه منهجيه. سعدت بوجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا لك. شكرا في اي حاجات كده؟ تمام، خلصنا. في اي اضافه صغيره؟ طبعا الاهتمام بطاقه الوضع او الطاقه الكهربائيه او الحركه في حياتنا العمليه ده شيء كبير جدا واساسي، واتمنى كل طلابنا، احنا استعرضنا النهارده بعض النماذج اهوت، واتمنى ان شاء الله يعني يحاولوا يصنعوا يصمموا ويصنعوا زيها ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك استاذ محمد خضر. ومشاهدينا الكرام، طلاب الثانويه العامه، طلاب عفوا الصف الاول الثانوي، كنا معكم و تطبيق على منهج الفيزياء. تحدثنا في هذه الحلقة عن طاقة الحركة وطاقة الوضع وقانون بقاء الطاقة. تابعونا دائما في برنامجكم بنك المعرفة. بشكركم ونلقاكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.